طيب زي ما احنا كلنا عارفين احنا عندنا بكرة مباراة مهمة جدا امام اسوان، وزي ما قلنا قبل كده خلاص احنا ما عندناش رفاهية ان انت تفرط في اي نقطة، انت لازم يعني تكسب علشان تقدر تحافظ على لقب الدوري. تاني هنقول نحافظ على لقب الدوري، اكيد هيبقى في منافسة قوية جدا، اكيد ده ماتش ولو حتى في فرق في النقاط وفي الترتيب وغيره، ولكن احنا برضو بنتكلم ان احنا ما زال امامنا برضو خصم قوي وما زال امامنا منافسة يعني شرسة. على كل حال هنتكلم في كل ما يختص مباراة غد وكل المباريات التسعة اللي فاضلين للنادي الأهلي، وكمان عايزين نروح مع كابتن صديق الجمال نجم الأهلي السابق اللي منورنا النهاردة، ونتكلم كمان على المنتخب لأن الساعة واحدة النهاردة بتوقيتنا في مباراة مهمة جدا مصر وأستراليا. بس في الأول صباح الفل. صباح النور وصباح الفل كابتن كريم. نور الدنيا. الله يخليك. ده نورك. نبتدي فعلا بالمنتخب الأولمبي. المنتخب لعب بالمباراتين الأولين، مباراة الأرجنتين وأسبانيا. طبعا من ساعة ما بدأنا البطولة هو المنتخب ظهر بصورة كويسة بالنسبة للحتة الدفاعية، يعني الشق الدفاعي المنتخب أداه بدور كويس جدا، لأن الكابتن شوقي غريب مأمن الحتة الدفاعية بعد ما ضم حجازي والونش والشناوي، دول فرقوا كتير مع خط ظهر المنتخب مع الكابتن شوقي غريب. لكن الشق الهجومي أنا شايف لغاية دلوقتي ان هو ما اداش المطلوب منه، بدليل ان احنا ما حرزناش اي اهداف لغايه دلوقتي في البطوله. يعني تعادل الثانيه كوت ديفوار احرزت اهداف، السعوديه، جنوب افريقيا، منتخبنا بالذات ما حققش اي اهداف لغايه دلوقتي، لان الحته اللي هي اللي قدام بحس ان فيها عقم شويه او فيها تقصير. ممكن بقى نتكلم على طريقه اللعب، نتكلم على لعيبه الوسط، لان مش عايزين نظلم احمد ياسر غيان. احمد ياسر غيان هداف الدوري المصري واحرز اهداف كتير جدا، مفيش مسانده ومفيش فعاليه في الثلث الاخراني، فدي طبعا اثرت علينا في المباراتين اللي فاتوا، بدليل ان احنا حصلنا على نقطه بس وما سجلناش اي اهداف. النهارده انا عندي بس نقطه عايز اسال حضرتك فيها، هل ده راجع ان احنا ما كناش يعني عارفين نلعب بالشكل اللائق، ولا فكره ان هي خطه موضوعه؟ انا بلعب بخمسة أربعة واحد، كنت مع اسبانيا على سبيل المثال، انا عايزه ادافع، انا مش عايزه اهاجم. هل النهارده بنتكلم ان انت لازم تهاجم خلاص، ان المباراه فيصليه، العب بقى ب 4 2 3 1 هاجم دخل لي، يعني ما هي دي مفيش النقطه السياسه ايه؟ مفيش اللي بيحدد مصيرك انت. يعني احنا دلوقتي المنتخب عايز يصعد لازم يكسب النهارده، عشان تكسبي فيها متطلبات كتير في الملعب، وفي واجبات، في مهام، وفي طريقه لعب. الطريقه الفتره اللي فاتت حاسس الحته اللي فوق قليله جدا، عشان قلت في البدايه ايه، الشق الهجومي ما تاداش على اكمل وجه، الشق الدفاعي اتادى كويس جدا. صحيح. جدا بعد ما ضم العناصر اللي هي الدفاعيه، واحنا لا هنتصعد ولا هنشوف خير طول ما احنا بندافع بس. ايوه، لا هي برضو ايه، مش دفاع بس، وممكن يبقى في دفاع. اصل احنا بقالنا ايام في 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 يعني ايه نغمه كده دايره، فكره ان بالذات بعد ماتش اسبانيا ان احنا في الدفاع ابهرناهم بدفاعاتنا. النوع ده من الكلام هو لطيف، ان انت يكون عندك خط دفاع مميز وقوي وعامل شغل، بس انت هتفوز ازاي بالدفاع؟ انت لازم هتفوز بالهجوم وبالتهديف. اكيد، ما قلت لحضرتك انت يعني ايه الحته دي، الشق الهجومي ما يتعملش، الشق الدفاعي يتعمل، يبقى في تقصير في الحته اللي فوق. طبعا ان اي فرقه لازم يكون الدفاع كويس، لو الدفاع مش كويس مرمقه تتلقى اهداف، والدفاع مش هيبقى مركز، ويبقى المحصله ان هي ممكن تخسر، ممكن تتعادل. بس الحته اللي فوق انت لما بتسجل، اللي ما بيسجلش اهداف بيتسجل فيه اهداف. فطبعا مباراه النهارده مصريه جدا جدا طبعا، مفيش مفر، يعني مش عايزين ايه نقول ايه لو دول اتعادلوا او دول كسبوا، لان انت دلوقتي احنا عندنا نقطه واحده، الارجنتين عندها 3 نقاط، استراليا 3 نقاط، اسبانيا 4 نقاط. النهارده لو اسبانيا تعادلت مع الارجنتين يبقى الدنيا خلصت معاك، بس انت تلعب تأدي بشرف وتكسب، لان ممكن الكوره فيها متغيرات، ممكن يحصل اي نتائج تبقى لصالحك، بس انت المهم ان انت تعمل ايه، تبدا بنفسك تكسب. فالحته اللي فوق لازم يكون في تركيز عالي النهارده، لازم يكون في ضغط، لو جت اي فرص سنحت فرص للفريق المصري لازم تسجل. يعني الماتش اللي فات جت فرص قليله، بس انت لو سجلت منها كنا ممكن تفوقنا في المباراه اللي فاتت. الشوط الثاني جه احنا تلقينا الهدف والمنتخب وقف بعد كده، ما حسيتش ان في تواجد في الملعب. فمش بصراحه دي حته في اغلب المشاركات للمنتخبات سواء الاولمبي او الفريق الاول، غير الفتره بتاعت الكابتن حسن شحاته،
الحته الهجوميه بتبقى معدومه. ثلاث تربع المنتخبات على مر العصور تلاقي مركزين جدا للحته دي. شاركنا في كاس العالم شخصيا قبل كده، مش فاكر كانوا بنلعب اني فريق من الفرق اللي واجهناها. ايرلندا ابهرنا العالم بالدفاع يعني. هما حتى الفريق المنافس كان واقف قدامنا مش فاهم ايه ده. بس برضو ايه، عدينا مباراه هولندا بطريقه هجوميه وكان في شغل في الملعب ووصلنا كتير لما تعادلنا 1-1. بتكلم مع برضو الحته الايه، اي منتخب انا بشوف منتخبات الثانيه بحس ان ليهم شكل واداء هجومي مميز جدا جدا. ممكن يخسروا بس يبقى في فعاليه وتحس ان في طريقه لعب. احنا اغلبيه المباريات بتاعتنا يا المدرب كاشش لحسن لا قدر الله يتغلب بسكور يشيلوه. فالثقه دي بتمنى تكون موجوده الفتره اللي جايه. العب وادي اداء كويس والعب، اخسر بشرف باداء. النهارده انت ممكن تكسب وتطلع بره لا قدر الله، بس المنتخب الناس هتتكلم عليك كويس. قدمت كوره حلوه، قدمت مردود كويس، احرزت اهداف. والشكل العام ان انت عندك فرقه على الارض. انما انا الواحد بيزعل لما 90 دقيقه تلاقي الفرقه كشه ورا، الخطوط بعيده بالنسبه لخط الفيرود، الناس بتتظلم. يعني انا عندي مثلا في عادل بتاع بيراميدز ده لعيب كويس جدا، بصوا الامكانيات اللي عنده ما طلعتش. طريقه اللعب لازم يكون في يحررهم حته اللي قدام. ناصر عادل كان ناصر ماهر بتاع النادي الاهلي ده لعيب كويس جدا جدا، صانع لعب وممكن يوصل الناس. كان بعيد الفتره اللي فاتت، خد جزء بسيط. مثلا في عمار في نص الملعب، تشكيل النهارده هو زي يعتبر المباراه اللي فاتت. ممكن يكون في تغيير بسيط في لاعب واحد. بنتمنى الاداء يكون قوي والمنتخب يؤدي ونحرز اهداف والنتيجه دي الثانيه بتاعت ربنا، بس انت تأدي اداء بقوه. بالظبط. بس كمان استراليا عندها غيابات، يعني ربما ده يكون شيء لمصلحتنا. قصدك يكون في صالحنا. بصي ممكن يكون في غيابات كتير، بس المهم انت هتعمل ايه. انا هعمل ايه في المباراه؟ ممكن يكون عنده عنصر او اثنين مؤثرين ما لعبوش. انت بقى لازم تستغل الحته دي. هي دي وبقوه. انا نفسي بس اشوف اداء هجومي، نفسي اشوف في المنتخب اداء هجومي وفي يعني كتره عدديه فوق ونوصل كتير ونسجل ان شاء الله، يبقى لينا شكل يعني. جميل. طيب نروح بقى مع حضرتك على مباراه الغد ان شاء الله. وطبعا يعني دوافع الفرقتين تكاد تكون واحده مع اختلاف الهدف. يعني الاهلي بطبيعه الحال بيسعى للصداره، واسوان بيسعى للهروب من الهبوط. بالظبط كده، للبقاء. صحيح على راي الهواد. فالدوافع قويه عند الفرقتين، ده ممكن ينتج عنه ان انت تشوف اداء استثنائي لاسوان. اكيد طبعا اسوان جاي حاطط في اعتباره ان هو مش عايز يخسر قدام النادي الاهلي. اكيد. فاكيد هيلعب بتكتل دفاعي وهيقفل مفاتيح اللعب بتاعت النادي الاهلي، وهيبقى مزعج للنادي الاهلي في الحته الدفاعيه. بس النادي الاهلي الحمد لله الماتش اللي فات رغم الظروف اللي حصلت، وحصل بعض الديفوهات اثناء المباراه ومرمانا تلقى هدف او هدفين، دي وارده في كره القدم. يعني انت بتهاجم على طول، ممكن يجي لك حاجه لا قدر الله عكسيه عليك. انا شايف النهارده يعني استفيد من المباراه اللي فاتت، تركيز عالي جدا جدا عند النادي الاهلي عشان يكمل المسيره بتاعته في المنافسه اللي هي الشرسه على بطوله الدوري. والاهلي قادر بامكانيات لعيبته وامكانيات مدربه. المدرب موسيماني ما شاء الله تعامل مع المباراه الاخيره بتاعه الانتاج الحربي باحترافيه، ويعني بصراحه بخبره كبيره جدا جدا، حتى في تغييراته، حتى في طريقه اللعب. هو لعب بثلاثه رؤوس حرب امام الانتاج. التغييرات الداخليه تحسب له. حاجات تكتيكيه من الملعب، تدارك الاخطاء كمان تحسب له. واثناء المباراه الروح العاليه لعيبه النادي الاهلي اللي هم بيظهروا في وقت الشده زي ما بيقولوا، يعني قدروا يتفوقوا ان احنا نحرز التعادل ونحرز هدف غالي جدا جدا. عدل من طريقه اللعب، عمل ضغط من فوق، بقى فيه 3-4 مهاجمين، حرر علي معلول الحته اللي فوق بيلعب في الثلث الاخراني، ما بقاش يرجع لتحت. لاعب اللي هو بتاع المقص الباك ليفت، فعمل شكل في الفتره الاخيره مع الروح القتاليه العاليه بتاعت اللعيبه، قدروا يجيبوا الثلاث نقاط الغاليين جدا في مسيره النادي الاهلي. النهارده الاهلي عينه على الثلاث نقاط عشان يكمل المنافسه، وتركيزه هيكون عالي جدا جدا. وان شاء الله باذن الله السيناريو بتاع الانتاج مش هيتكرر. انا متاكد، لان لعيبه النادي الاهلي عندهم خبرات كبيره وقدروا يتعاملوا النهارده ويحطوا في اعتبارهم المنافسه الشرسه الدفاعيه من فريق اسوان. لان فريق جاي زي ما قلت لحضرتك هيبقى فيه تكتل دفاعي ومش عايز ان هو يجي فيه اهداف في الاول. بس انا باذن الله بتمنى ان احنا كنادي اهلي نحرز في الاول،
لما بتحرز اهداف في اول مباراه بتفرق كتير، بتفرق كتير، بتفتح الخطوط بتاعه الفريق اللي هو بيلعبك. ما خلاص بقى انت لما انت تسجل هو جاي عايز يتعادل معك، عايز يطلع باقل خسائر لو حتى يستفيد بنقطه. لما يخش فيه هدف ان شاء الله او هدفين فاكيد الخطوط هتتفتح، فبتدي ارتياحيه لموسيماني ان هو يتعامل مع اللقاء وباذن الله يحقق الانتصار النهارده ان شاء الله بكره. طب لو احنا اتكلمنا ان كل التوقعات دي وكل التمنيات دي كانت برضو قبل ماتش الاهلي والانتاج الحربي، ولكن احنا ما شفناش ده يمكن في الشوط الاول، المباراه اللي فاتت شفناه في الشوط الثاني اكتر. بكره لو تكرر السيناريو ده برضو حضرتك هتبرره بيه، ولا متوقع بالعكس احنا نشوف اداء زي الشوط الثاني من اول دقائق في الشوط الاول؟ هو طبعا عشان نوضح للناس يعني اللي حصل في ماتش الانتاج، النادي الاهلي عليه ضغوطات بالنسبه للمباريات. النادي الاهلي لما يلعب 8 مباريات ولا 9 مباريات ولا 10 مباريات في خلال 28 يوم فده حمل عليك ضغط، وعليك كمان فكره ان 6 لعيبه بيشاركوا مع المنتخب الاولمبي وعليك حاجات. يعني عشان اوضح للناس عشان برضو الاداء او الشكل العام بتاع النادي الاهلي، سواء جماهير الاهلي ما شاء الله عندها ثقافه ووعي ومركزه جدا مع الفرقه وعارفين الظروف والسيناريو بتاع المباريات، فالضغوطات دي كلها مع نقص العددي في لعيبه مميزه جدا جدا اتضموا للمنتخب الاولمبي اكيد بيفرقوا مع النادي الاهلي مع ضغط المباريات. فلما يبقى في لود على النادي الاهلي وفي الضغوطات دي كلها، فكويس ان اللعيبه بتقدر تتلاشى دي، وكويس المدير الفني بيتعامل بخبره كبيره وبرده بيعمل عمليه الروتيشن وبيقدر يعالج الحاجات اللي بتحصل. فلما يحصل لا قدر الله يسقط مني في وسط المباراه دي اداء او يسقط مني بنت او حاجه، دي ورده، بس في المحصله النهائيه الاهلي بيلم نفسه وبيقدر يسيطر وبيقدر يوصل للهدف اللي هو مرجو منه. فالسيناريو اللي حصل اللي فات دوت مش هيكرر حاجه تتكلم يعني. لان احنا وضحنا الامور اللي هي بتاع ضغط المباريات وعدم برضو وجود عناصر مميزه جدا 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 اللي هي ناقصه، دي بتدي باور للنادي الاهلي وهي موجوده مع زمايلهم. فالماتش اللي جاي كل اللي حصل في المباراه الاولانيه او المباراه اللي فاتت الاهلي بيتدرجه وباذن الله بيحط قدامه ان السيناريو ما يتكررش. بس نضيف برضو الانذارات الموجوده، يعني اعتقد برضو محمد هاني ممكن ما يلعبش من بدايه المباراه، يعني متوقع الى حد كبير. لو هاني مثلا ما لعبش في برضو او ده تقريبا كان الانذار الثالث ليه، هو كده كده مش هيلعب تقريبا، ممكن يكون الانذار الثالث او ممكن يكون الثاني. بس موضوع هاني يعني ساعات بنشوف حسين الشحات بيلعب في الحته دي كويس جدا، مش هيلعب ساعات زي الماتش اللي فات لما المدرب عمل تغيير تكتيكي شال الباك رايت وحط واحد من الثلث الاخراني ناحيه اليمين عشان ينزل فيرويد يبقى عندنا، والتغييرات نتجت ان احنا احرزنا الهدف بتاع بواليا ويبقى في شكل. فاي غيابات او لو حد هاني مش موجود ممكن رامي ربيعه مثلا يحل، هو رامي فعلا هيحل رامي اي حد من هم بتوع خط الظهر. الحمد لله لعيبه الاهلي عندها مرونه تكتيكيه وعندهم برضو فنيات في الملعب ان يقدر يتحط في اي مركز، وبالذات خط الظهر السيرد باك ممكن يلعب على الطرف، يلعب باك رايت، يلعب باك ليفت، على الاقل لو هيعمل المهام الدفاعيه بنسبه 100% لو ما عملش الحته الهجوميه ممكن مش مطلوب منه. على صعيد الحته الهجوميه اللي حضرتك بتتكلم عليها، حضرتك بتقول من شويه ان غالبا كل تفاصيل مباراه الاهلي مع الانتاج الحربي مش هتتكرر بكره ان شاء الله، بس في تفصيله واحده ممكن نقف عندها ونشوف يا ترى هي كمان ممكن ما تتكررش ولا بالعكس ده مطلوب انها تتكرر، وهل هي كمان مغامره محسوبه ولا ايه؟ فكره الدفع بثلاثه راس حربه. الاهلي بكره ان شاء الله موسيماني واللعيبه اكيد عايزين ينزلوا ويخلصوا من اول لحظه كويس، ففكره وجود ثلاثه راس حربه بتساعد في التخليص اكيد 100%. بس حته الثلاثه راس حربه من 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 رابع المستحيلات اغلبيه المدربين او مستر موسيماني ان يبدا بيها المباراه ثلاثه راس حرب او اربعه مهاجمين مع بعض، الحاجات دي كلها اثناء السيناريو بتاع المباراه. لما لا قدر الله الفريق مثلا يجي فيه هدف او يبقى فيه تعادل وانت عايز تكسب، فعشان تكسب معاك اوراق رابحه بره على البنك وفي تغييرات في الملعب بتبقى ايه هجوميه، فبيدي مهام بيحرر بعض لعيبه الوسط. يعني شفت انت مثلا هديانج عمل مباراه كويسه جدا جدا, جداً. بياخد الكوره من على 18 بتاع النادي الاهلي بيجري بيها 30 متر 40 متر 40 يارده يوصل بينقل فرقه النادي الاهلي فوق ومنها جه الهدف اللي هو مشي بيها من تحت لحد ما وصل لمعلول عمل الكروس. فحته الثلاثه فرود انا مؤيد حضرتك ان هي ايجابيه جدا جدا لما اكون عايز تكسب، بس دي بتبقى اثناء سير المباراه. يبقى في تغييرات تكتيكيه في الملعب، هشيل مدافع احط نص ملعب مهاجم
اشيل نص ملعب مدافع ديفندر اروح حاطط فرويد صريح ازود عدد الفراوده اللي فوق. فالمحصله في الاخر بتلاقي العدد زاد زي ما تفضلت كابتن كريم ان في ثلاثه مهاجمين في اوقات الثلاثه وفي كمان الظاهرين بيبقوا طايرين بيبقوا اجنحه زي انت لو شفت في المباراه اللي هي الاخيره بتاع دوري الابطال لقينا علي معلول كان فوق ولقينا اكرم كان فوق مع الفراوده كان عددنا كتير جدا قدرنا نحرز ثلاث اهداف. فهي دي بتبقى مميزه كويسه بس حسب سير المباراه. فدي طبعا بتبقى ايجابيه للفرقه ان يكون في ثلاث مهاجمين. حلو جدا. على كل حال يعني احنا بنامل خير وهم احنا شايفين واحنا طبعا كاميرا برضو الاهلي بتكون متواجده اثناء التدريبات وبنشوف قد ايه هم حريصين كمان. وفكره الفرح حمدي فتحي لسه كنا بنتكلم في ده فرحك النهارده وتاني لا بس اصل لازم الواحد يعني يقف شويه عند النقطه دي يعني لان نادر قوي في العالم ان واحد يبقى فرح النهارده ويروح تاني يوم بس لان انت ملتزم عندك التزامات لازم يعني تحققها وتلتزم بيها وهو ده اللي كان متوقع من حمدي وهو ده متوقع اكيد هو كان عارف الكلام ده يعني فكره أكيد. تغيير الجداول ده ملوش دعوه وتوقيت الفرح الاهلي الحمد لله كلهم كانوا متواجدين وفرحوا بحمدي وهو لما حس اللعيبه كلها معاه وكل الاجهزه الفنيه والدنيا كلها كانت موجوده معاه فرح منظومه النادي الاهلي كلها دي عطيته برضو ايه باور واعطيته حماس غير عادي ان هو يكون متواجد. وبعدين حضرتك دلوقتي بس ما اعتقدش ان المدام متحمسه بنفس القدر يعني لا اكيد لا متحمسه اكتر منهم هي عارفه ان هو بيلعب في النادي الاهلي النادي بطولات ومنظومه كبيره جدا جدا اي حد يتمنى يكون موجود مكان حمدي فتحي في النادي الاهلي. فهو لما طبعا احتفل وفرح ما رضيش الفرحه تبقى تتمد يعني وان هو يقعد لا جه ونزل التمرين دي بتدي كمان يعني ثقه فيه واللعيبه وهو كمان حس ان النادي محتاج له الفتره دي فتواجده في الفتره دي وفي المناسبه دي ويجي يقطع زي ما بيقولوا شهر العسل يعني. وبعدين دلوقتي احنا هو شهر ما لحقش شهر ساعات العسل يوم بالظبط كده لا بس يوم عسل حتى لو ساعه عسل بس عارف بقى انه وراه التزامات فوجوده في النادي الاهلي كويسه ليه وللنادي الاهلي عارف ان هو عنده مسؤوليات طبعا واللعيبه كمان دي والنادي الاهلي زي ما بيقولوا ايه بيشيلها له طبعا. ان هو عارف الفتره دي لازم يكون متواجد وهو دلوقتي يعني خلاص بقى الدنيا اتغيرت غير زمان العريس يقعد شهر وشهرين دلوقتي ده ممكن تاني يوم يجي يلعب ماتش وحصلت ناس كتير في لعيب برده اتجوز قعد بعديها بيومين ولعب ماتش ثالث يوم فالدنيا بقى خلاص التكنولوجيا بقى واللعيب برده بيعرف يسيطر على نفسه وايه المطلوب منه وكده عقبال قفشة بقى يعني انا قلت الكلام ده كانت والدته بتتكلم ايوه والدته كانت في لقاء قريب تقول انا عايزه يتجوز بقى عايزين اجازه عشان يتجوز لا قفشة صعب دلوقتي صح خلاص بلاش قفشة خلاص يا قفشة بلاش لا مفيش جواز بنترجاه ان هو ياجل الفرح احنا عندنا منافسه على البطوله وهو من اللعيبه المميزين جدا في الفرقه يعني فعشان ما فيش حاجه تعطله وعشان ما يضطرش يعمل زي حمدي فتحي برضه ثاني يوم ينزل تمرين ولا حاجه لا هو قفشه ما شاء الله نضج نضوج عالي جدا جدا وليه دور في الفتره الاخيره بشوفه بصراحه مع النادي الاهلي فرق معاهم جامد جدا اللعيبه ادائهم بصراحه والحق يقال ان ده على الارض يعني متشاف فعلا اتحسن جدا جدا بعد حضور موسيماني يعني نيمت زي ما بيقولوا يعني محمد شريف صلاح محسن أكرم توفيق قفشه كل دول بانوا فعلا يعني في تميز شديد جدا حسب حضرتك عشان نكون منصفين المدير الفني ليه دور كبير جدا طبعا الثقه اللي بيديها للعيبه عنده برضو ايه خبرات كبيره سواء في البطولات الافريقيه اكتسب خبرات كبيره في الدوري المصري وعاش فتره كويسه برضو مع اللعيبه وعارف امكانيات لعيبه النادي الاهلي وعارف الدوري المصري المباريات وامكانيات اللعيبه وعطى افانتاج لبعض اللعيبه في بعض المراكز فاكتسب ثقه اللعيبه واللعيبه اكتسبت ثقه المدرب ودي واضحه في اداء النادي الاهلي وفي تيم النادي الاهلي فاحنا موسيماني كان ليه دور كبير الفتره اللي فاتت بنتمنى ان برضو المباريات اللي جايه يكون مركز فيها اكتر والبطوله دي انت عارف بطوله الدوري بتبقى محببه طبعا للجماهير النادي الاهلي طبعا ما فيهاش كلام لا هي بطوله بسيطه ولا عاديه زي ما البعض كان بيتكلم فيش حاجه اسمها كده دي بطولة رقم واحد احنا حريصين عليها ودي اللي بتوديك افريقيا وما هياش بطوله عاديه بالنسبه لنا مفيش حاجه اسمها كده طبعا اكيد بطوله غاليه ولاعيبه الاهلي مركزين والمنظومه كلها مركزه البطوله وزي ما حضرتك يعني شفتي كابتن خطيب بيبقى انا كسبان دوري ابطال وبيجي تاني يوم بيحضر مع اللعيبه عشان يحسوا بالمسؤوليه اكتر طبعا. بعد مباراه الانتاج اجتمع بيهم
قبل مباراه يعني على طول الناس ايه مع بعض، دي بتدي برضو ارتياحيه للعيبه وللجهاز الفني، المسانده والدعم الكبير طبعا. جماهير الاهلي الدعم الاول رقم واحد طبعا، مجلس الاداره الجهاز الفني، وجماهير دي يعني حافظه اللعيبه بدرجه كبيره جدا جدا، اللعيبه مركزه عشان خاطر جماهير نادي الاهلي. ان شاء الله التحفيز ده كله يؤتي ثماره بكره وبعد كده كمان ان شاء الله. كابتن صديق احنا بنتمنى يعني بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، بنتمنى التوفيق النهارده طبعا للكابتن هشام غريب منتخب الاولمبا عشان نكسب النهارده، يبقى لينا شكل حتى زي ما قلت في الاول، نيجي احنا لحد بقى ننبسط كده ونقول صباح النصر. صباح النصر يا رب ان شاء الله نصعد يعني. احنا هنروح فاصل سريع بس لسه عندنا فقره السوشيال ميديا، يعني دقيقتين كده ونرجع مع حضراتكم على طول.